الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: جاءها العذر الشرعي أكرمك الله وهي مسافرة للعمرة، تقول هل يجوز لها أن تطوف وهي عليها العذر الشرعي؟ الحمد لله، لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف حال كونها حائضا، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما لك؟ أنفستي أي حضتي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلي، عفوا، قال: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف حال كونها حائضا، ولأن القول الصحيح عند أهل العلم أن الطهارة المشترطة للطواف إنما هي الطهارة الكبرى، فمن كان عليه حدث أكبر من حيض أو نفاس أو جنابة فإنه لا يجوز له أن يطوف بالبيت، أن يطوف بالبيت العتيق. فيا أيتها السائلة، لا يجوز لك أن تطوفي حتى تطهري، والله أعلم.